إنك تكون قامة فنية مختلفة ما هو بالأمر السهل، أكيد حفرت بالصخر علشان تثبت أهمية حضورك ووجودك. هذا هو حال ضيفي الليلة الفنان بوخرشد، اللي أضاف إلى حياتنا لون جديد من الكوميديا. حبينا طلته وكاريزمته وسوالفه وخفة طينته. عنده سحر بأي وقت يقدر يضحكنا وينسينا همومنا. معاه ما ناظر الساعة، الوقت يسري بلمحة البصر. ما يضيع وقته بالقيل والقال، له أهداف وخطط يمشي عليها. بالساحة ما له منافس، ويدري أن الكرة دايم في ملعبه. ضيفنا الليلة صنع لنفسه كاركتر كلنا حبيناه، لهيبة وبرستيج ونبرة صوت رنانة. بوخرشد شخصية تلون بالوان الطيف، شفناه بكل حالاته، ينتقد وبشكل لاذع سلوكيات الغير، ما هو قليل شر. الشعر هو فارس من فرسانه، بوخرشد يمزج الجد بالهزل والمغزى بين السطور دايم. وانت عاد افهم يا فهيم، الليلة ترجل ويانا عشان ينور مكانه. بوخرشد حياك الله معانا، القلب لك بيت ومكانك دايم في عسيف.